يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، كما يسود ليلا وفي الصباح الباكر طقس معتدل على شمال البلاد ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على معظم محافظات ومدن الجمهورية، والبداية دائما من القاهرة العظمى 36، الصغرى 23، اسكندرية 35، 22، مطروح 39، 24، بورسعيد 30، 22، الإسماعيلية 36، 20 وجوها حار. بالنسبة لي السويس 35، 21، العريش 31، 19، طابة 30، 25، شرم الشيخ 38، 27، الغداء 37، 27 وجوها أيضا حار. بالنسبة لي الأقصر 40، 27، أسوان 40، 28، الوادي الجديد 39، 27، شلاتين 35، 26، حلايب 32، 25 وجوها حار. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.